بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض أول مراجعة من مراجعات الميد تيرم للمادة T215A، واللي بتتكلم عن أهم ثلاث مسائل بيجوا في امتحانات الميد تيرم. طبعا امتحانات المادة عادة بتيجي، يعني في بعض الأحيان بتيجي متوقعة وفي بعض الأحيان بتيجي غير متوقعة، ولكن في ثلاث مسائل دايما بيتكرروا في الامتحانات اللي فاتت، فاحنا هنراجع عليهم. هنحاول ناخد نماذج كتيرة بقدر الإمكان، كل ما تحل نماذج أكتر كل ما فرصتك في إنك تحل المسألة دي يكون أحسن. تعالوا ناخد مع بعض الثلاث أنواع من المسائل. أول نوع بيجيلك في الامتحان يقولك إيه؟ يقولك عندك ملف ليكن مثلا حجمه 200 كيلو بايت، ويقولك حولهولي للبايت، وبعد كده يقولك حولهولي للبت، او يقولك عندك ملف 200 جيجا بايت ويقولك حولهولي للميجا بايت. ده اول نوع من انواع المسائل. النوع التاني من انواع المسائل ان هو بيقولك ان انت عندك مثلا ملف عايز تنزله من على الانترنت، الملف ده حجمه 200 ميجا بايت مثلا، وبيقول لك ان سرعة الداونلود عندك 2 ميجا بت بير سكند. يبقى انت عندك ده السايز وعندك ده ايه؟ عندك ده الحجم، ده السايز اللي هو الحجم ودي السرعة، ممكن نسميها الداتا ريت. المطلوب انك تحسب له التايم، الملف ده هياخد وقت قد ايه علشان ينزل. طبعا احنا عندنا قانون جميل جدا بيقولك ان التايم بيساوي السايز على السبيد او على الداتا ريت، يعني ممكن تقول له على السبيد او على الداتا ريت. بس انت مش هتاخد السايز اللي هو ده وتقسمه على الداتا ريت مباشرة. ليه؟ لان السايز ده بالميجا بايت ولكن الداتا ريت بالميجا بت بير سكند، في فرق بين الاثنين. دايما في النوع ده من المسائل بنحول الاثنين الى البت، بنحول ده الى ما يقابله بالبت وبنحول ده الى ما يقابله بالبت، وبنبدا نطبق القانون، المساله كده اتحلت خلاص. ده النوع الثاني من المسائل. النوع الثالث من المسائل غالبا بيجيب لك بيتكلم عن الكومبريشن اللي هو الضغط. بيجيب لك ملف يقول لك ان هو حجمه قبل الضغط على سبيل المثال 150 ميجا بايت مثلا، ده قبل الضغط، وبعدين بيقول لك ان احنا عايزين نضغطه بنسبة ضغط اللي هي بيسموها الكومبريشن ريشيو، يقول لك مثلا نسبة ضغط 5. فقد ايه حجم الملف بعد الضغط؟ يبقى هو بيدي لك الملف قبل الضغط، بيدي لك الريشيو اللي هي نسبة الضغط، وبعد كده بيقول لك ايه هو حجم الملف بعد الضغط. طبعا برضو عندنا قانون بيخلص الموضوع ده خالص. القانون بيقول لك ايه؟ بتعمل انت مثلث كده، تحط فيه هنا الملف قبل الضغط، هنا قبل الضغط، قبل او بنسميه uncompressed، وهنا الريشيو، وهنا الكومبريسد فايل. لو انت طبقت القانون ده هتقدر تحل المسألة، لان المسألة مش دايما بتيجي بالشكل ده. هنا في ثلاث علامات استفهام، يعني بيدي لك معطيين وبيدي لك واحد منهم من الثلاثة دول محتاج يعرفه. يعني على سبيل المثال ممكن يدي لك ده قبل ده بعد، يعني ده الكومبريزد، ده الملف المضغوط، وده الانكومبريزد قبل الضغط، وده الريشيو. فهو ممكن يدي لك حجم الملف قبل الضغط الانكومبريزد، وحجم الملف بعد الضغط الكومبريزد فايل، ويقول لك طب ايه هو الريشيو اللي هو نسبة الضغط. وممكن يدي لك الكومبريزد فايل ويدي لك الريشيو ويقول لك الانكومبريزد. فانت لو طبقت المثلث ده هتقدر تطبق الثلاث قوانين مع بعض.
الريشيو بيساوي الانكمبريزد على الكمبريزد. انكمبريزد، شايف العلامه بتاعت العلقه اهي، انكمبريزد على الكمبريزد. طيب والكمبريزد لو عايزين القانون بتاع الكمبريزد يبقى الانكمبريزد على الريشيو. طب في حاله ان انا اكون عايز الانكمبريزد فايل اللي هو ده، بضرب الاثنين دول في بعض. يبقى انا لو عايز مثلا الريشيو بتساوي الريشيو اهي، الانكمبريزد هي اللي فوق هتتقسم على الكمبريزد اللي تحت، يبقى تقوم قايل انكمبريزد فايل على الكمبريزد فايل. يبقى انت كده عملت القانون. لو عايز الكمبريزد الانكمبريزد على الريشيو، وهكذا. التلات مسائل يتحلوا بالشكل ده. تعالوا نبدأ مع بعض نحل المسائل. أول حاجة هنا مديلك مسألة بيقول لك question 1: How many bits are stored in the 500 كيلو بت كيلو بايت فايل؟ أما يديلك البيت تقيلة كده يبقى هو قصده كيلو بايت، لكن لو البي خفيفة يبقى بت، مش لو خفيفة وتقيلة. لو ادالك البي سمول كده يبقى هو قصده دي بت، ولكن لو ادهالك كابيتال بالشكل ده يبقى هو قصده ان دي بايت. طيب انت لازم تعرف الاول الوحدات. الوحدات بتيجي ازاي؟ انت عندك حاجة اسمها جيجا بايت، وعندك حاجة اسمها ميجا بايت، عندك حاجة اسمها كيلو بايت، وعندك حاجة اسمها البايت، وعندك حاجة اسمها البيت. واحدة واحدة. الجيجا بايت فيها 1024 ميجا بايت. قال لك ان ال 1024 دول يعني 2 أس 10، وقال لك ان الميجا بايت فيها 1024 كيلو بايت، وال 1024 دول 2 أس 10، وقال لك ان الكيلو بايت فيها 1024 بايت اللي هي برضو 2 أس 10. البايت فيها 8 بت، فقال لك لو انت عندك حاجة بالجيجا بايت عايز تحولها للميجا بايت بتضرب في 1024، تضرب في 1024. طب لو عندك حاجة بالميجا بايت وعايز تحولها للكيلو بايت بتضرب في 1024 او في 2 أس 10. طب لو عندك حاجة بالجيجا بايت عايز تحولها للكيلو بايت، يبقى انت هنا مش هتحولها بالميجا، ده انت هتعدي الميجا ترجع تحولها للكيلو، يبقى انت هتضرب في 1024 وهترجع تضرب في 1024. يعني افرض مثلا انا عندي 2 جيجا بايت عايز احولهم للبايت، اعمل ايه؟ هقوم قايل بيساوي الاتنين هتتضرب في كام؟ هتتضرب في 2 اس 10، وهرجع اضربها في 2 اس 10، وهرجع اضربها في 2 اس 10. ليه؟ عشان احولها لايه؟ عشان احولها للبايت. يبقى لما نيجي نضرب التلاتة دول هيبقى 2 في 2 اس 30. الكلام ده 2 اس 30 لان انا جمعت العشرة على العشرة على العشرة طلعت 30. الكلام ده بالبايت. لو عايز احولها بالبت هضرب في 8. طيب افرض ان انا عندي حاجة بالبايت وعايز احولها للجيجا بايت، يعني عايز ارجع كده. فقال لك في الحالة دي بدل ما تضرب هتقسم، انت عندك من البايت للكيلو بايت هتقسم على 1024 او هتقسم على 2 اس 10. عايز تحولها من الكيلو بايت للميجا بايت هتقسم على 1024. عايز تحول من الميجا بايت للجيجا بايت هتقسم على 1024. فعشان اسهلها عليك برضو، امتى تضرب وامتى تقسم؟ لما تيجي تحول من الكبير اللي هو جيجا بايت الى الصغير في الحالة دي هتضرب. لما نيجي نحول من الجيجا بايت للبايت هنضرب، لكن لما اجي احول من الصغير
للكبير بعمل عملية قسمة، بقسم. ده بالنسبة للوحدات بتاعة حجم الملفات. عندك كمان بعد كده الوحدات بتاعة السرعة. تعال الأول قبل ما نشوف الوحدات بتاعة السرعة نحل المسألة دي. هو بيقول لك how many bits، هو عايز عدد البيتس are stored in the 500 كيلو بايت فايل. يعني انت عندك 500 كيلو بايت، كيلو بايت اللي هي دي، وعايز يحولها لايه؟ عايز يحولها للبيتس اللي هي دي. يبقى احنا هنحول هنا مرة، هنا اتنين. طب انت هتحول من الكيلو بايت الى البايت، الى البيت، هل هتحول من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ لا، هحول من الكبير اللي هو الكيلو بايت الى الصغير. يبقى في الحالة دي هضرب، هضرب في ايه؟ هضرب في 1024 وهرجع اضرب في 8. يبقى انا هضرب الاول هنا من الكيلو بايت في 1024 عشان احولها البايت، وبعد كده هضرب في 8 عشان احولها البيت. او ممكن تقول انك هتضرب في 2 اس 10 الاول وبعدين هتضرب في 8. فنيجي نقول هيساوي 500 في 2 اس 10 في 8، بس زي كده. وفي الاخر هو ضربهم مع بعض طلع الناتج بالشكل ده. طيب انت عندك نوع تاني من المسائل بقى، او نوع تاني من تحويل الوحدات اللي هي وحدات السرعة. لما يجي يقولك ايه؟ لما يجي يقولك مثلا 200 ميجا بت بير سكند. لا، هو في الحالة دي هي ميجا بس هو بيكلمك على وحدة سرعة. دي سرعة، ممكن يقولك مثلا سرعة الانترنت، ممكن يقولك سرعة سرعة مثلا ارسال الملفات، هي سرعة وليست حجم. ففي الحالة دي قالك ايه؟ قالك ان انت عندك حاجة اسمها الميجا بيت بير سكند، بس قبلها في الجيجا. انت عندك هنا جيجا بيت بير سكند، وعندك ميجا بيت بير سكند، عندك كيلو بيت بير سكند، وعندك البيت بير سكند. اما تيجي تحول من الجيجا بيت بير سكند للميجا بيت بير سكند بتضرب في ايه؟ بتضرب في 1000 مش في 1024. وممكن تقول بدل 1000 ممكن تقول 10 اس 3، هما الاثنين زي بعض. من ميجا بيت بير سكند لكيلو بيت بير سكند بتضرب في 1000 وممكن تقول في 10 اس 3. من كيلو بيت بير سكند الى بيت بير سكند بتضرب في 1000 او في 10 اس 3. طبعا دي كلها عمليات ضرب. طب افرض ان انت عايز تعمل العكس، عايز تحول من البيت بير سكند الى الجيجا بيت بير سكند. يعني كده هنا بتقسم على 1000، هنا بتقسم على 1000، هنا بتقسم على 1000. يبقى انت من الكبير للصغير بتضرب، من الصغير للكبير بتعمل عملية قسمة. يعني لما اجي اقول لك مثلا عندك 50 ميجا بت بير سكند وعايز احولها للبت بير سكند، اعمل ايه؟ من 50 ميجا بت بير سكند لبت بير سكند، ده الكبير وده الصغير، يبقى انا بعمل عملية ضرب. طيب ال 50 عند الميجا بت بير سكند عايز احولها للبت بير سكند، يبقى انا هضرب في 1000 وهرجع اضرب في 1000، يبقى هيبقى 50 في 1000 في 1000. طيب تعال نشوف المسألة دي كده. هنا بيقول لك using an internet connection that usually downloads 2 ميجا بت بير سكند. يعني انت عندك انترنت كونكشن في البيت الداونلود بتاعته 2 ميجا بت بير سكند. خلي بالك 2 ميجا بت بير سكند اللي انا لسه بكلمك عليها دلوقتي اهي، الميجا بت بير سكند، الميجا البيت بير سكند. طيب هو عايز بقى بيقول لك how long would it take to download this file، بتاخد قد ايه وقت علشان تنزل الملف ده. يبقى انت دلوقتي عندك الملف اللي هو السايز حجمه قد ايه؟ 500 كيلو، صح؟ ال 500 كيلو دول اللي احنا قلنا ان هو بالبت
بيساوي كذا، ساوي الرقم ده، مش احنا حولناه من شويه، حولنا ال 500 كيلو في الاول. يبقى انت عندك السايز وعندك السرعه اللي ممكن نقول عليها الداتا ريت. ايه المطلوب؟ المطلوب التايم. فقال لك عندك قانون لذيذ جدا بيقول لك ان التايم بيساوي السايز على السبيد. ولكن دايما عندك في المسألة دي انت عندك السايز كام؟ عندك السايز بيساوي 500 كيلو بايت، وعندك السبيد بيساوي كام؟ بيساوي 2 ميجا بت، ميجا بت بير سكند. قال لك ان الوحدتين مش ما ينفعش يتقسموا على بعض بالشكل ده، لازم يبقوا زي بعض. يعني لازم الوحدة دي تبقى بالبت والوحدة دي تبقى بالبت. الكيلو بايت هنحولها للبت، والميجا بت بير سكند هنحولها للبت بير سكند. فقال لك احنا اصلا اساسا حولنا ال 500 كيلو بايت الى بت بير سكند، طلع الرقم ده اللي هو بيساوي، او احنا كنا قلنا عشان نحول من 500 كيلو بايت قلنا 500 في 2 اس 10 في 8. طيب وبالنسبه لل 2 ميجا بت بير سكند، 2 ميجا بت بير سكند انت عندك عشان تحول من الميجا بت بير سكند للبت بير سكند هنعمل ايه؟ هنضرب في 1000 وهنرجع نضرب في 1000. فدلوقتي هما 2 هتقوم قايل 2 في هتضرب في 1000 اللي هي 10 اس 3، وهترجع تضرب في 1000 اللي هي 10 اس 3. ممكن تقول مباشره في 10 اس 6. طبعا هنضرب ال 500 في ال 2 اس 10 في ال 8 وهنقسمها على الرقم ده، وفي الاخر الناتج بتكتبه بالشكل ده. احنا ممكن كمان نبدا نكتبه. هتيجي هنا تقول 500 في 2 أس 10 في 8 على 2 في 10 أس 6. الرقم ده أصلا موجود عندنا قبل كده اللي هو ده، يبقى هيساوي 4096000 على 2 في 10 أس 6 بتساوي 2000، تساوي لا تساوي 2 وجنبها 6 اصفار بالشكل ده، وبتقسم الاثنين على بعض وبتشوف الناتج يطلع كام. هو طلع في الاخر الرقم ده، لا ما طلعش في الاخر الرقم ده، ده طلع احنا قسمنا الرقم ده على الرقم ده، طلع في الاخر. احنا ممكن كمان نتاكد منها بالآلة الحاسبة. ممكن نقول 4096000 على 2 1 2 3 1 2 3 هيساوي، طلع في الاخر 2.048 زي ما هو هنا كده. طب الناتج دايما بيطلع في الاخر ايه؟ دايما بيطلع بالسكندز. ليه بيطلع بالسكندز؟ لان انت اصلا بتقسم البيت بير سكند، يعني انت بتقسم حجم الملف على السرعة اللي هي بالبيت بير سكند، ففي الاخر النتيجة هتطلع بالايه؟ هتطلع بالسكند، بالثواني. ممكن في بعض المسائل او في بعض الاحيان يطلع معاك مثلا 500 سكند فيقول لك لا حولها لي بالمينت، في الحالة دي بتضطر تقسم على 60. هنا برضو بيدي لك نوع من المسائل يعتبر سهل جدا، بيقول لك if 5 users، لو انت عندك 5 مستخدمين are connected to a wireless network، 5 مستخدمين قاعدين في مكان واحد بيستعملوا شبكة wireless، والشبكة دي بتوفر data rate سرعة 100 ميجا بت بير سكند.
خلي بالك دايما في الشبكات اللي هي الوايرلس، يعني اما يقول لك ان الشبكه دي مثلا سرعتها 100 ميجا بت بير سكند، ما بتبقاش دي السرعه الحقيقيه، لا بيبقى في سرعه تانية حقيقيه اللي احنا بنسميها ثروبوت. الثروبوت دي هي السرعه الحقيقيه. فقال لك هي الشبكه 100 ميجا بت بير سكند، ولكن الثروبوت اللي هي السرعه الحقيقيه 25%. اول حاجه تعملها في المسائل زي دي ان انت تجيب السرعه الحقيقيه. السرعه 100 ميجا بت بير سكند، ولكن الثروبوت اللي هي السرعه الحقيقيه 25%، يبقى السرعه الحقيقيه 25% يعني 25 ميجا بت بير سكند. انت اول حاجه تيجي كده تقول ان السرعه الحقيقيه تساوي 25 ميجا بت بير سكند، دي اللي هي الايه الثروبوت. طيب بعد كده بيقول لك ايه، طبعا ال 25 دي جت منين؟ ليه 25 ميجا بت بير سكند لو انت مش عارف تجيبها؟ احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقوم قايلين 25 على 100، ما هي 25% يعني 25 على 100 في السرعه، السرعه اللي هي كام؟ اللي هي 100. يبقى 25% يعني 25 على 100، والسرعه كام؟ السرعه 100. فلما تيجي تعمل العمليه الحسابيه دي هيطلع معاك في الاخر 25. 25 ايه؟ ميجا بت بير سكند. ليه ميجا بت بير سكند؟ لان اساسا السرعه كانت بالميجا بت بير سكند. طيب ايه المطلوب بعد كده؟ خلاص احنا عرفنا ان في 5 اشخاص متصلين بشبكه انترنت واي فاي وهي سرعتها 25 ميجا بت بير سكند. ايه المطلوب؟ قال لك what is the typical average practical message data rate available for each user. هم عايزين يعرفوا حصة او نسبة كل مستخدم قد ايه. انت عندك السرعة هي دي وعندك 5 users، طب نسبة كل مستخدم قد ايه؟ بتقوم قاسم ال 25 على ال 5 يطلع لك حصة كل يوزر. 25 على 5 بيساوي 5 ميجا بت بير سكند، يطلع حصة كل مستخدم 5 ميجا بت بير سكند زي كده. المسائل دي مسائل سهلة بتيجي في الامتحانات، يعني المسألة بتيجي فيها أكتر من نوع، غالبا النوع ده بيكون هو النوع الأخير. عندك هنا question 2، هو تقريبا نفس المسألة اللي موجودة فوق بس هو جايبها لك بأرقام تانية. طبعا ده كان في امتحان ميد ترم، كويتشن 1 ده كان في امتحان ميد ترم، وكويتشن 2 ده في امتحان ميد ترم تاني. هو هنا بيقول لك how many bits are stored in 800 كيلو بايت فايل، يعني هو بيقول لك ان انت عندك 800 كيلو بايت فايل، ملف حجمه 800 كيلو بايت، عايز يعرف فيه كام بت. فاحنا هنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا مع بعض، احنا عندنا هنا جيجا بايت، وعندنا ميجا بايت، عندنا كيلو بايت، وعندنا بايت، وعندنا البت. فانت عندك هنا الكيلو بايت، عندك 800 كيلو بايت عايز تحولهم الى ما يقابلهم بالبت، هتعمل ايه؟ هتضرب هنا في 10 في 2 اس 10، وعشان تحول من البايت للبت هتضرب في كام؟ هتضرب في 8. يبقى انت هتقول بيساوي 800 في 2 اس 10 في 8. بنضرب ليه؟ علشان احنا بنحول من الكبير اللي هو الكيلو بايت الى الصغير اللي هو البت. يبقى هيبقى 800 في 2 اس 10 في 8، هيطلع الناتج في الاخر بالشكل ده. بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك using نفس المسألة اللي فاتت بالظبط، بيقول لك انت بتستخدم انترنت كونكشن تعمل داونلود بسرعة 1 ميجا بت بير سكند. واحد، يبقى انت عندك هنا ده السايز. طب والسرعة اللي هي الداتا ريت؟ قال لك بتساوي 1 ميجا بت بير سكند. 1 ميجا بت بير سكند يعني بتضرب عشان تحولها لبت بير سكند بتعمل ايه؟ تقوم قايل 1 في
عشرة أس تلاتة في عشرة أس تلاتة، يطلع معاك واحد وجنبها ست أصفار. طيب هو عايز التايم، بنجيب التايم ازاي؟ بنقوم قايلين ان التايم بيساوي ايه؟ بيساوي السايز على السبيد او السايز على الداتا ريت. يعني بيساوي السايز اللي هو كام؟ 800 في 2 اس 10 في 8 على الداتا ريت اللي هي كام؟ واحد وجنبها ست اصفار، هيساوي ويطلع الرقم زي ما يطلع، هيطلع 6.55 سكند بالشكل ده. هنا برضو جايب لك مسألة بسيطة، بيقول لك ان انت عندك 10 مستخدمين، 10 يوزرز، 10 يوزرز are connected to a wireless network، متصلين بشبكة وايرلس. بيقول لك ان شبكة الوايرلس دي بتوفر ماكسيمم داتا ريت 100 ميجا بت بير سكند، شبكة الواي فاي 100 ميجا بت بير سكند، ولكن السرعة الحقيقية قد ايه؟ قال لك الثروبوت 20%، 20% من الميجا من ال 100 يطلعوا 20، يعني السرعة الحقيقية اللي هي الثروبوت بتساوي 20 ميجا بت بير سكند. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب حصة كل مستخدم، يعني هم 10 يوزرز بيستعملوا 20 ميجا بت بير سكند، يبقى حصة كل مستخدم قد ايه؟ هتقسم الثروبوت على عدد المستخدمين، يبقى هتقوم قايل 20 على 10 بيساوي 2 ميجا بت بير سكند لكل مستخدم بالشكل ده. طبعا انت حاول تقرا السطرين دول وتكتب تكتب الاجابه بنفس الطريقه. عندك هنا مثال مهم جدا جدا جدا، لان هو اولا في نوع تاني من المسائل اللي هي مسائل الكومبريشن، وفي المسائل بتاعت اللي هو الداونلود اللي هو التايم والسايز والسبيد. فهو المثال دوت لو انت حليته بنفسك هيخليك تعرف كويس ازاي تحل النوع ده من المسائل. ركز معايا قوي في المثال ده وحاول تفهمه. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك this task aims to spotlight on data compression and data rate. Two students، اتنين مستخدمين are trying to download two files. اتنين مستخدمين بيحاولوا ان هم ينزلوا ملفين. الستودنت ايه؟ بينزل الملف ايه؟ اللي حجمه 110 ميجا بايت. اول مستخدم، المستخدم ايه؟ بيحاول ينزل ملف 110 ميجا بايت. while student b بيحاول ينزل ملف برضو الملف اسمه بي حجمه 50 ميجا بايت. الستودنت A is using internet of download speed of 400 كيلو بت بير سكند، while student B is using internet download speed of 200 كيلو بت بير سكند. يعني ايه؟ تعالوا كده ناخد الموضوع واحدة واحدة. انت عندك هنا اتنين مستخدمين، واحد اللي هو student A والتاني اللي هو student B. يعني اما تجيلك مسألة حاول تبسطها كده واحدة واحدة. الستودنت A قال لك بينزل ملف الحجم بتاعه 110 ميجا بايت، 110 ميجا بايت ده اللي هو ايه؟ اللي هو السايز. طيب ولكن ستودنت بي بينزل ملف حجمه 50 ميجا بايت، 50 ميجا بايت. جميل، بيقول لك ستودنت ايه
is using internet of download speed، بيستخدم انترنت السرعة بتاعته 400 كيلو بت بير سكند. يبقى بنكتب هنا 400 كيلو بت بير سكند. طيب والستودنت بي، بيقول لك الستودنت بي بيستخدم انترنت السرعة بتاعته 200 كيلو بت بير سكند. ده الموضوع كده بقى سهل خالص. سهل ليه؟ لان هو ممكن يطلب منك التايم، واحنا اوريدي عندنا القانون اللي احنا خدناه من شوية اللي هو بيقول التايم بيساوي السايز على الداتا ريت. طب تعالى نشوف هو طالب ايه. هنا قال لك اول سؤال how long does it take، how long يعني قد ايه الوقت اللي انت محتاجه علشان تنزل ملف، الملف ايه اللي هو عند الستودنت ايه، ما هو الملف اسمه ايه والستودنت برضو اسمه ايه. وبيقول لك express your answer in seconds and minutes. يبقى هو دلوقتي عايز ايه؟ هو دلوقتي محتاج منك التايم اللي هو الوقت، how long does it take to download file يعني قد ايه الوقت. يبقى هو محتاج منك التايم. طيب انت عندك هنا الاتنين دول مع بعض، ده السايز، الاتنين دول مع بعض السبيد او الداتا ريت. هو محتاج التايم، بس هو محتاج التايم بتاع ايه، بتاع ايه ولا بي؟ تايم بيساوي سايز على الداتا ريت. هو هنا محتاج ايه؟ محتاج الملف ايه. فاحنا قلنا ان التايم بيساوي السايز على الداتا ريت. هناخد هنا السايز اللي هو 110 هيساوي 110 ميجا بايت على 400 كيلو بت بير سكند، هيساوي لازم تحول الوحدات، الوحده دي هتتحول للبت والوحده دي هتتحول للبت. الوحده اللي فوق دي عشان تتحول للبت هتقوم قايل 110 في، خلي بالك هي بالميجا، طالما بالميجا يبقى احنا هنحولها للكيلو وهنرجع نحولها للبايت وهنرجع نحولها للبت. يبقى هنضرب في 2 اس 10 في 2 أس 10 في 8، ولكن اللي تحت كيلو بت بير سكند، يبقى احنا هنضرب ال 400 في، عشان تحولها لبت بير سكند، ما هو انت هتحول بس من الكيلو للبت بير سكند، يبقى هتضرب في 10 أس 3 هيساوي، هتضرب الكلام ده. سهل جدا انك تضرب الكلام ده، حتى لو انت ما عرفتش تضرب في 2 اس 10 ممكن تقول في 1024. يعني احنا كده لو فتحنا الآلة الحاسبة ممكن نقول له 110 في 1024 في 1024 في 8، يبقى انت الناتج طلع عندك كام؟ تسعة اتنين اتنين سبعة أربعة ستة تمانية تمانية زيرو على الربعمية في 10 أس 3 يعني 400 في 1000 هتساوي 400 وجنبها كمان 3 أصفار. فانت ممكن تيجي هنا عند الآلة الحاسبة وتقسم الرقم ده على 400,000، ادالك كام؟ ادالك 2306.86. فانت هتقوم كاتب هنا كده هيساوي 2306.86 او 8 بس. طيب هل المسألة كده خلصت؟ لا المسألة كده ما خلصتش. ما خلصتش ليه؟ ما خلصتش لأن الناتج ده طلع في الآخر بإيه؟ أنا قلت لك إن الناتج ده دايما بيطلع من المسألة دي بالسكندز، يبقى الناتج طلع هنا بالسكند. بس أنت بالعقل كده هل ينفع تقول لواحد أنا رحت عند واحد صاحبي وقعدت معاه 2306 ثانية؟
هل ده منطقي؟ اذا ما ينفعش ان انت تقول 2306 ثانيه، انت محتاج تقول مثلا 5 ثواني، 6 ثواني. طب لو هما الثواني دول كتير، محتاج تقول 50 دقيقه، 30 دقيقه. طب لو الدقائق كتير، 300 دقيقه، ممكن تقول انا قعدت معاه ساعتين. فعشان كده هو جاي لك قال لك ايه؟ قال لك express your answer in seconds and minutes، يعني وريني الشغل بتاعك بالثواني وبالدقايق. فانت مجبر انك تحول الكلام ده للدقايق. عشان احول للدقايق من الثواني للدقايق بقسم على 60، بتقوم قايل على 60 بيساوي كام؟ 38 دقيقة. يبقى كده بقى الموضوع واضح، 38 دقيقة ده قيمة واضحة، فبتقوم قايل هنا بيساوي 38، ممكن تقول 44 من 100 minutes. او ممكن تختصرها وتقول 38 ونص، وممكن تختصرها وتقول 38 بس، مفيش مشكلة. احنا ممكن نستعمل نفس الكلام ده، تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها بيقول لك ايه؟ بيقول لك how long does it take to download file B by student B. يبقى هو عندك بقى هنا الفايل B دوت، هو عايز يعرف برضو التايم. هو 50 ميجا بت حجم، 50 ميجا بايت ده حجم الملف، والسرعة 200 كيلو بت بير سكند، سرعة الانترنت 200 كيلو بت بير سكند. فهو عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف التايم او الوقت اللي هينزل فيه الملف. فاحنا هنقوم قايلين ايه؟ التايم بيساوي السايز على الداتا ريت، وهنقوم قايلين بيساوي، هي نفس المساله اللي قبلها بالظبط، هتقوم قايل بيساوي السايز اللي هو 50 ميجا بايت على الداتا ريت اللي هي 200 كيلو بت بير سكند، هيساوي طبعا ال 50 بالميجا بايت، فانت هتضربها في كام؟ 50 عشان تحولها الى كيلو بايت هتضرب في 10 اس في 2 اس 10، وعلشان تضرب تحولها لبايت هتضربها في 2 اس 10، يبقى هنا في 2 اس 10 في 2 اس 10، وعشان تحولها لبت هتضربها في 8. طبعا الكلام ده انا بقوله لك كده، انت ممكن انك تعمله في جدول او مثلا تحطه قدامك كده وتحاول انك تحول الوحدات واحده واحده. على 200 كيلو بت بير سكند هتضرب ال 200 في 10 اس 3، طبعا بتجيب الآلة الحاسبة تبدأ تحسب العملية دي، تبدأ تحسب العملية دي، هيطلع عندك الناتج في الآخر الرقم ده على الرقم ده. لما تقسمهم على بعض هيدي لك عدد الثواني اللي هم 2097 ثانية. طب انت هتعمل ايه في الثواني؟ قلنا ان احنا لازم نحولها لدقايق، هنقسم على 60. لما نقسم الثواني على 60 هيطلع معاك 34 ثانية وتسعة من عشرة، يعني تقريبا 35 ثانية. فهنا قال لك ان المستخدم ايه؟ نزل الملف في 38 ثانية، المستخدم بي نزل الملف في 35 ثانية. السؤال الثالث بيقول لك اي واحد فيهم which student will download his file first، مين اللي هينزل الملف بتاعه الاول؟ طبعا ده هينزل في 35 ثانية، في 35 دقيقة سوري، ده هينزل في 38 دقيقة، يبقى المستخدم رقم بي هو الاسرع، الستودنت بي. هنا بقى بيقول لك both students finished downloading them and decide to compress the file before storing them to CD. هما الاثنين نزلوا الملفات بتاعتهم وعايزين يبدأوا يخزنوها، يبدأوا يضغطوها الأول وبعد كده يخزنوها على CD.
الـ student A compressed the file to 40 ميجا بايت فايل. المستخدم الأولاني ضغط الملف بتاعه خلاه 40 ميجا بايت. ليه؟ هو كان الملف الأول كام؟ كان الملف 110 ميجا بايت، هو خلاها 40. What is the compression ratio؟ يعني عايز الـ compression ratio أو نسبة الضغط. تعال نمسح الكلام ده الأول. هو المستخدم الأولاني اللي هو دوت كان الملف بتاعه 110 ميجا بايت، فبقى حجمه 40 ميجا بايت. خلي بالك ان الاتنين بالميجا بايت، ده بالميجا بايت وده بالميجا بايت. فهو عايز منك ايه؟ هو عايز الكمبريشن ريشيو. فانا قلت لك على القانون قبل كده، القانون ايه هو؟ بتعمل المثلث ده كده، تقوم قايل فوق هنا الانكمبريزد، انكمبريزد، وهنا الريشيو، وهنا الكمبريزد فايل. طيب ايه المطلوب؟ هو عندك هنا مديلك الملف بعد الضغط، بعد الضغط يعني الكمبريزد فايل، وهنا قبل الضغط اللي هو الانكمبريزد. بيساوي 110. يبقى انت محتاج تجيب القانون بتاع الريشيو. القانون بتاع الريشيو هتقوم كاتب هنا كده ريشيو هيساوي اللي فوق على اللي تحت، الانكمبريزد على، شايف الشرطه بتاعت العلى، انكمبريزد على الكمبريزد. تقوم كاتب كده الانكمبريزد فايل، يعني انا مش هكمل الكلمه بس انت تكتب انكمبريزد فايل على الكمبريزد فايل. الانكمبريزد اللي هو كام؟ اللي هو 110 على الكمبريزد اللي هو كام؟ اللي هو 40. 110 على 40 احسبها بالآلة الحاسبة شوف هتطلع كام. 110 على ال 40 يطلع الناتج 2.75. دي الكمبريشن ريشيو بالشكل ده. بعد كده بيقول لك الستودنت بي used the same application which was used by student A to compress his file. يعني الستودنت بي برضه هيعمل او عمل عمليه كومبريشن، واستخدم نفس الطريقه اللي استخدمها المستخدم A. فهو عايز يعرف حجم الملف، size of compressed file of student B. عايز يعرف what is the size of compressed file. يعني بيقول لك في student B، هو بقى ما ادالكش، هو طبعا student B كان الملف بتاعه حجمه 50 ميجا بايت، ولكن هو ما قالكش حجمه كام بعد الضغط. يعني ده حجمه قبل الضغط، ده uncompressed file، ولكن في الحالة دي هو ما ادالكش الحجم بعد الضغط. هو ادالك ايه؟ هو قالك انه استخدم نفس الطريقة اللي استخدمها المستخدم A او اليوزر A، الستودنت A. معنى انه استخدم نفس الطريقة انه استخدم نفس الكمبريشن ريشيو اللي هو كام؟ 2.75. طب هو بيقولك الكلام ده ليه؟ هو كأنه بيقولك ان انت طالما انت هتستخدم نفس الطريقة بتاعت المستخدم A او الستودنت A، يبقى انت هتاخد ال 50 ميجا بايت وهتستخدم الكمبريشن ريشيو اللي هو 2.75 وتبدأ تجيب الملف بعد الضغط اللي هو الكمبريشن فايل. لأن هو هنا بيقول لك what is the size، إيه حجم الملف المضغوط الكمبريشن فايل أو الكمبريزد فايل. فأنت هتيجي تعمل إيه؟ احنا مش محتاجين هنا القانون بتاع الريشيو ده.
ده ال uncompressed ممكن نقول. طيب احنا عندنا هنا المعطيات ايه؟ عندنا ال uncompressed اللي هو حجمه 50 ميجا بايت، 50 ميجا بايت، وعندنا الريشيو. طب احنا جبنا الريشيو منين؟ جبناها من المسألة اللي قبلها. مش الريشيو كانت 2.75؟ طب ليه انا هستخدم الريشيو بتاعت المسألة اللي قبلها؟ لان هو قالك هنا ان مستخدم بي استخدم نفس الابليكيشن، يعني نفس طريقة الضغط، يعني نفس معدل الضغط اللي هو 2.75. فانت بقى عندك هنا الانكمبريسد فايل وعندك الكمبريشن ريشيو. ايه اللي فاضل عندك؟ اللي فاضل عندك او اللي انت محتاجه الكمبريسد فايل. طيب اجيب القانون بتاع الكمبريسد فايل منين؟ الكمبريسد اللي هو ده، هقوم قايل اللي فوق اللي هو الانكمبريسد على الريشيو، يبقى الكمبريسد فايل هيساوي الانكمبريسد على الريشيو. طيب الانكمبريسد اللي هو كام؟ اللي هو 50 ميجا بايت. هتقوم قايل 50 على اتنين فاصلة سبعة خمسة، تشوف هيدي لك كام. اللي هيديهولك هيكون هو الملف هيكون هو الملف بعد عملية الضغط. تعالى كده نجرب. قوم قايل 50 على 2.75 هيساوي 18.18 ميجا بايت. يبقى هتيجي هنا وتكتب 18.18 ميجا بايت، ده حجم الملف بعد عملية الضغط بالشكل ده. هي المسألة طويلة شوية بس المسألة طبعا مهمة. هو هنا بيقول لك لو الستيودنت ايه بدأ ينسخ الملف الى سي دي، والسي دي دي سرعتها 950 كيلو بت بير سكند. طيب هل هو هينسخ الملف المضغوط ولا الملف قبل الضغط؟ لا، قال لك هنا الكمبريسد فايل اللي هو الملف بعد الضغط. طيب احنا فاكرين مع بعض الملف قبل الضغط كان كام؟ تعال الاول نمسح الكلام ده. ونبدأ نشوف الملف ده، كان الملف حجم الملف قبل الضغط 110، وده قبل الضغط كان 50. طيب احجام الملفات دي بعد الضغط كانت كام؟ تعالى كده نفتكر مع بعض. ال 110 ده اصبح 40. تعالى كده نكتب الكمبريزد هيساوي 40. طب وهنا الكمبريزد هيساوي 18.18 من 100. طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ الستودنت ايه بدأ ينسخ الملف المضغوط اللي هو حجمه 40 الى سي دي السرعة بتاعت الكتابة بتاعتها 950 كيلو بت بير سكند. يبقى هو بدأ ينسخها الى سي دي السرعة بتاعتها او السبيد هيساوي 950 كيلو بت بير سكند. حلو. How long does he need to finish copying؟ بيقول لك هو محتاج قد ايه علشان ينهي عملية النسخ للملف المضغوط اللي هو حجمه، بيفكرك بقى بحجمه، بيقول لك ان كان حجمه 40 ميجا بايت اللي هو ده. يبقى هو محتاج منك، بيقول لك how long، يعني هو محتاج التايم. هو مدي لك هنا الايه الحجم اللي هو 40 ميجا بايت، ومدي لك السبيد اللي هي السرعة، ومحتاج منك التايم. في الحالة دي هنعمل ايه؟ في الحالة دي سهلة جدا، هتقوم قايل ان التايم هيساوي السايز على السبيد.
السايز على السبيد. السايز كام؟ 40 ميجا بايت على السبيد اللي هي كام؟ 950 كيلو بيت بير سكند. هيساوي 40 ميجا بايت، يعني 40 في 2 أس 10 في 2 أس 10 في 8 على السبيد 950 كيلو بيت بير سكند، يعني 950 في 10 أس 3 أو 1000. هتعمل العملية الحسابية دي وفي الآخر هيطلع لك 353 واتنين من عشرة سكندز بالثواني. دي ممكن يطلب منك انك تحولها لدقايق، يعني هو جاي لك هنا بيقول لك express your answer in seconds and minutes، فطبعا عشان يطلب منك انك تحولها لدقايق هتقسم على 60، هيبقى 353 واتنين من عشرة على 60 هيساوي 5 دقايق وثمانية وثمانين ثانية. طيب المسألة دي لو جيت تبص، هو هنا تقريبا نفس القانون بتاع المسألة بتاعت الداتا ريت. اما تيجي تنزل ملف من على الانترنت برضو انت بتجيب التايم، بتجيب التايم عن طريق قسمة السايز على الداتا ريت، هو بنفس الطريقة بالظبط. انت عندك هنا بتنسخ ملف على سي دي وعايز تعرف الوقت اللي هيتنسخ فيه، فبتاخد السايز اللي هو حجم الملف بتقسمه على السرعة اللي هي السبيد. قبل كده كنا بناخد السايز نقسمها على الداتا ريت، فهما المسألتين مشابهين جدا لبعض. المسألة اللي بعد كده بيقول لك How long does student A need to finish copying his original file, the uncompressed file؟ يبقى هو جاي بيقول لك بقى الستودنت A محتاج وقت قد ايه علشان ينسخ مش الكومبريسد فايل لا الانكومبريسد فايل 2CD. Express your answer in seconds, minutes and hours، يعني محتاجه كمان بالاورز بالساعات. فطبعا هو الملف قبل الضغط كان 110 ميجا بايت، فهتقوم قايل له هنا الملف مش 40 ميجا بايت، الملف 110 ميجا بايت، ده مش الكومبريزد ده الانكومبريزد. كويس. وهتستخدم نفس سرعة النسخ اللي هي 950 كيلو بيت بير سكند، وهو محتاج التايم. عادي احنا كل الموضوع ان احنا بنغير في الارقام، يعني بنيجي هنا احنا محتاجين طبعا التايم بيساوي السايز على السبيد. هيساوي السايز اللي هو 110 ميجا بايت على طبعا ده ميجا بايت على السبيد اللي هي 950 كيلو بيت بير سكند. هتقوم قايل ال 110 في هتضربها في 2 أس 10 في 2 أس 10 في 8 على 950 في 10 أس 3. ليه في 10 أس 3؟ لأن دي كيلو بيت بير سكند، بتحولها لبيت بير سكند. الناتج هيطلع في الآخر 9.71 وثلاثة من عشرة سكندز. طبعا هو طالب منك انك تحولها الى minutes والى hours. عشان احولها المينتس بقسم على 60، عشان احولها الاورز بقسم على كمان 60. يبقى انا باجي هنا اقوم قايل 971 على 60، تطلع النتيجة بالمينتس. عندك قد ايه مينتس؟ 16 دقيقة. طب ال 16 دقيقة نقدر نقول عليها قد ايه اورز؟ ممكن نقدر نقول عليها ربع ساعة. يبقى احنا بنيجي هنا نقول له هيساوي
16 minutes وممكن نقوله تقريبا بتساوي ربع ساعة. هنا بعد كده بيقول لك if student B starts to copying his compressed file. ده بقى بيكلمك على student B، بيقول لك ان هو عايز ينسخ الكومبريسد فايل تو سي دي with writing speed 950. هي تقريبا نفس المسألة بس مكررة. بيقول لك ان الستودنت بي محتاج ان هو ينسخ الملف المضغوط بسرعة 950 كيلو بت بير سكند. فانت هتعمل ايه؟ هتستخدم نفس القانون، التايم بيساوي السايز على السبيد، وهتقوم واخد السايز اللي هو 18 و18 من 100 هتقسمه على السبيد اللي هو 950 هنضربها في 1000، هيطلع في النهاية الناتج بالسكندز 160 ثانية، وبعد كده هتقسمه على 60 علشان يطلع بالمينتس. وهنا برضو بيجرب معاك كمان مرة بس بيكلمك على الانكمبريزد فايل للمستخدم او الستودنت بي. بالشكل ده احنا انتهينا من اهم المسائل اللي ممكن تقابلك في امتحان الميدترم. اتمنى تكونوا فهمتوها بشكل كويس ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.